وصفة النهاردة جميلة جدا جدا جدا. هنعمل مخمرية بالزيوت الطبيعية، مش بس الزيوت الطبيعية، لا دي طبيعية 100%، ما فيهاش اي حاجة صناعي خالص، وكل الزيوت المستخدمة زيوت حلوة جدا ولها قيمة عالية. انا جايباها من عند مصنع الابجي، دكتورة الهام الابجي. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، والشموع كلها انا جايباها من نيرول. عشان أبدأ الوصفة دي أنا هنزل في بيكر ب10 جرام من الإي واكس اللي هو شمع الاستحلاب، وهنزل فوقيه ب10 جرام من اللانت أو، وهنزل وراهم ب40 جرام من شمع عسل النحل اللي هو بيز واكس. وهنزل ب10 جرام من زبدة الشيا العاجي اللي ما فيهاش ريحة، بدون رائحة، ووراها 10 جرام من زبدة الكاكاو. و10 جرام من زيت جنين الرز، و25 جرام من زيت جوز الهند المجزأ، بس انتي ممكن تستخدمي زيت جوز هند عادي، يعني هي اساسا الوصفة بزيت جوز الهند العادي، لكن انا عندي زيت جوز هند مجزأ، فانا بحب ان انا اجود يعني في الخامة. وهضيف 5 جرام من زيت الترمس، و5 جرام من زيت الصويا، انا بحاول اوريكم زيت زيت عشان تتعرفوا على لون كل زيت. وهضيف 5 جرام من زيت جنين القمح. وهاخدهم يدوبوا على حمام مائي اللي هما الشمع مع الزيوت بتاعتي. انا عملت خلطة عطرية بالثلاث زيوت دول بنسب متساوية، كلهم على بعضهم 20 جرام عطر، عشان لو انتوا حابين تعملوا حاجة تانية. بس انا استخدمت زيت اللافندر، واستخدمت البرجموت، واستخدمت الياسمين، وهحط معاهم جرام واحد بس من البي اتش تي مانع تزرنخ، علشان احافظ على الزيوت بتاعتي. وبقلب ودي الزيوت والشموع بعد ما دابت على حمام مائي فوق النار. عايزة اوريكو ازاي تعرفوا اذا كان درجة الحرارة تسمح ان انتي تضيفي الزيوت العطرية ولا لسه. لما تمسكي البيكر من تحت كده وتعدي لغاية 10، او خليهم يا ستي 20، وتحس ان انتي مش متضايقة والسخونة مش بضايقاكي، ده معناها ان انتي تقدري تنزلي بالزيوت العطرية بتاعتك. هنا انا شغلت الهاند بلندر بحكم التعود، لكن انت مش محتاجه تعملي كده خالص، انت مجرد ان انت بتقلبيهم مع بعض وبتنزلي في العبوه، وهي لما درجه حرارتها يعني بتبقى في درجه حراره الغرفه تقريبا، او لما بتجمد بتفتحها بتاخد اللون الفاتح، لكن دي يعني حركه بحكم التعود يعني. وزي كل مره لازم اقول لكم تكونوا معقمين العبوات بتاعتكم بكحول 70 ومسحينها بالكلينكس كويس، وبعد كده تنزلوا بالمنتج عشان حرام الحاجه تبوظ. ودي المخمريه بقى خطيره يعني، فانا مبسوطه بيها جدا. وفي كمان كم مخمريه برضو وصفات حلوه قوي هجربها ان شاء الله تعجبني وتعجبكم.